مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي بنفتح به قناه للتواصل معكم لسماع جميع ارائكم في احد الموضوعات التي تهم المواطن سواء محليا او عربيا او عالميا. همزه وصل هذا البرنامج منكم وبكم واليكم، ونتمنى منكم التواصل معنا وسماع ارائكم سواء بالاتصال على ارقام الهاتف 1451 او 09000 9451، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان واحد، همزة وصل EG على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب وإنستغرام. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم ربما تمس الكثيرين بعد يعني الانحدار في قطاع السياحة بعد ثورة 25 يناير. سنسألكم هذا السؤال: هل يؤثر وقف منح التأشيرات الفردية للأجانب في الموانئ والمطارات على السياحة المصرية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. بالطبع وردنا اليوم خبر من وزارة الخارجية أن هذا الموضوع تم تأجيله لحين العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، لكن وزارة الخارجية تؤكد أن هذا الموضوع سيتم العمل به، وهو منح التأشيرات الفردية في المطارات والموانئ لأحد القادمين من الدول الغربية أو من الدول المختلفة. بالطبع هذا الموضوع سيؤثر على السياحة. دعونا نتواصل معكم ونسمع آرائكم ونسمع أيضا آراء المتخصصين في هذا الموضوع. اسمحوا لي أن نخرج إلى تقرير سريع يضعنا في موضوع الحلقة ثم نبدأ معكم التواصل. حالة من الجدل العارم سيطرت على العاملين بقطاع السياحة عقب قرار وزارة الخارجية بوقف منح التأشيرات السياحية للأفراد بمنافذ الوصول وقصر حصولهم عليها من البعثات الدبلوماسية المصرية، بينما استثنى القرار السياحة الجماعية والاستمرار في منحهم التأشيرات بالمطارات من خلال شركات السياحة الوطنية. فبين مؤيد ومعارض لقرار وزارة الخارجية المقرر تطبيقه اعتبارا من 15 من مايو المقبل، تتباين آراء خبراء السياحة والأمن. بعض العاملين بقطاع السياحة وصفوا القرار بالكارثي، وأنه يعيد السياحة في مصر إلى الوراء بدلا من دفعها للأمام، مؤكدين أن قرار الخارجية يصعب من عملية تدفق الحركة السياحية الفردية التي شهدت انتعاشا خلال الفترة الماضية. كما يرى خبراء السياحة أن الوقت الذي ستستغرقه عملية ذهاب السائح للقنصلية المصرية وتقديمه طلب الحصول على تأشيرة قد يدفع السائح لتغيير وجهته لأي دولة أخرى. وعلى الجانب الآخر، يرى الخبراء الأمنيون أن قرار وزارة الخارجية المصرية بمنع منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياحة الفردية عند منافذ الوصول هو إجراء احترازي تتخذه الدول المعارضة لدخول إرهابيين إلى أراضيها من الدول المجاورة. كما يرى خبراء الأمن أن الدولة اختصت فقط التأشيرات الفردية التي من الممكن أن يتلاعب بها بعض العناصر الإرهابية للمرور للبلاد، مؤكدين أن حركة السياحة لن تتأثر بالشكل الذي يروج إليه البعض، لأن تأشيرة الأفواج متاحة تماما مثل ما جاء في قرار وزارة الخارجية. كان هذا تقرير سريع يضعنا في موضوع الحلقة. وكما قلت في بداية الحلقة أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا بعد التشاورات الكثيرة التي حدثت مع المكاتب السياحية وعدة جهات مسؤولة عن السياحة في مصر، وأكدت أن هذا القرار سيفعل ولكن في القريب بعد العمل بتأشيرات السياحة الإلكترونية. اسمحوا لي أن أنتقل إلى زميلتي إيمان الشيخ، وأكيد معها الكثير من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك إيمان. نعم حسام، كما ذكرت الكثير من التعليقات المتعددة والمتنوعة كما تعودنا دائما من مشاهدي برنامج همزة وصل عن موضوع الحلقة. يتحدث سيد يقول: بالتأكيد سيؤثر هذا القرار على السياحة الفردية. أما علي فتحي يقول: لا، هو تأثير ضعيف وهذه خطوة كان لابد أن تحدث منذ القدم. أحمد عبد الراضي يقول: هو قرار 10/10. أما أبو أدهم الشرقاوي
الشرقاوي وهو صديق ومتابع دائم لبرنامج همزة وصل يقول: أتمنى أن تكون التأشيرة الممنوحة للسائح بشروط وضوابط لحماية مصر من المزورين وأصحاب المصالح والمتآمرين، وأولا وأخيرا ما يهمنا هو الصالح العام وانتعاش السياحة في مصر وأيضا زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة. أبو الخير يقول: نعم تحيا مصر وشعبها العظيم وهو قرار 100-100. يسري سيد يقول: برغم صعوبة أوضاعنا المعيشية لكن القرارات الحكومية من أفضل إلى أفضل. ناصر حجازي وهو أيضا صديق ومتابع دائم لشاشة همزة وصل يقول: القرار يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومي ولمنع تسلل العناصر الإرهابية داخل مصر، وإذا كان هناك تأثير سلبي سيكون فقط على السائح الفردي أو رجل الأعمال الذي يأتي بدون تنظيم لرحلته. صلاح محمد يقول: لا يؤثر هذا القرار لأن جميع السائحين جاءوا من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الآثار المصرية والاستمتاع بها، ولكن القرارات السابقة من الحكومة المصرية من الممكن أن تكون مؤثرة على الأوضاع الاقتصادية. أخيرا نطالع إبراهيم شريف يقول: بالتأكيد سيؤثر هذا القرار على السياحة المصرية، ولنسأل أنفسنا أولا: هل نريد سياحة أم نريد تطفيش السائحين؟ وأيضا لابد من النظر إلى الدول السياحية الكبرى لا تعطي تأشيرة للسائحين وقد تعطيها في المطار، أما نحن وفي هذا الوقت بالذات وبعد المؤتمر الاقتصادي الأخير لا أفهم هذا القرار الذي يقول إن الدولة المصرية في واد والخارجية والسياحة المصرية في واد آخر. مشاهدينا، أذهب بكم الآن إلى استوديو تحليل همزة وصل مع الزميل حسام وأول جولة من الاتصالات الهاتفية. حسام، الكلمة لك الآن، تفضل. شكرا لك إيمان، وشكرا لكل من شارك مشاهدينا الكرام بتعليقه على الفيسبوك أو تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أيضا في انتظار اتصالاتكم على أرقام الهاتف التي ظهرت أمامكم، وإيمان ما زالت منتظرة في غرفة المتابعة الإلكترونية لمزيد من التعليق. اسمحوا لي أن أنتقل إلى مجموعة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي: الأستاذ إلهام الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، ومعتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، والسفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. أبدأ بالسيد إلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية. سيد إلهامي، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا سيد إلهامي. يعني فكرة إلغاء التأشيرات الفردية في المطارات والموانئ مع قرار وزارة الخارجية بإرجائها لفترة مقبلة، ولكن هذه الفكرة ألا تؤثر بشكل ما على السياحة؟ ناخد بالتسلسل. تفضل. ما حدث بالأول، أولا القرار السيادي بإلزام الأفراد أنهم يحصلوا على تأشيرات مسبقة، إن كان له أسباب أمنية فأنا لا أناقشها، تمام، ولازم أن أنا أتابعها لأن دي حاجة أمن البلد يجي قبل أي حاجة. صحيح. والمثل اللي أنا دايما بقوله: حتى لو خسرت الخسارة القريبة أحسن من مكسب البعيد. ففي غيري فاهم أكتر إيه هي الحاجات الأمنية اللي ممكن تؤثر أو لا تؤثر، فأنا لا أناقش. أنا كل اللي ناقشته الآتي: إن هناك حلول، لأن لازم لو في قرار إحنا عاوزينه لازم يكون في حل يرضي الجميع. صحيح. فالحل هو، وده اللي اقترحته منذ اول يوم سمعت بيه، اللي هو التأشيرة الإلكترونية. وفي دول كثير مطبقة التأشيرة الإلكترونية، ليس خوفا من الإرهاب او خايفا من الظروف الأمنية، لان مش عاوز عمالة زي. طيب استاذ الهامي، برضو نوضح للناس معنى التأشيرة الإلكترونية سريعا والفرق بينها وبين التأشيرة العادية. حاضر. التأشيرة الإلكترونية هو اللي بيقوم بها اللي طالب تأشيرة لمصر، فرض جاي لمصر، بيبعت صورة من الباسبور بتاعه على الإنترنت. ده سهل بالإيميل. تمام. مش لازم يروح للقنصلية أو للسفارة يعني. أنا كشركة سياحة أو الفندق اللي مستضيفه، لأن جايز حاجز مباشرة عن طريق .com. تمام. فأهلا وسهلا. أو شركة الطيران يعني في دبي الإماراتية بتعمل نفس العملية. تمام. فالثلاثة دول أي حد منهم يجيله الطلب ده، هو بيتقدم عن طريق الإنترنت برضو للجهة أو للويب سايت المحدد. أنا بيقولوا لي ادخل على الويب سايت كذا، فأنا بدخل عليه بتاع الخارجية المصرية في الحالة دي.
الخارجيه الداخليه، انا ما يهمنيش حتى اعرف رايح فين. تمام. انا ببعت على ويب سايت معين بقول له ادي بيانات اللي جاي، هينزل في فندق كذا، هيوصل على طياره كذا، يغادر على طياره كذا. جميل. بمنتهى البساطه هيديني رقم يقول لي متوافق عليه بعديها ب 24 48 ساعه للبلد الحريه المطلقه انها تقرر الوقت صحيح. المناسب اللي هتوصل فيه، ويرد علي يقول لي يس رقم كذا زي دبي ما بتعمل وابو ظبي، يرد علينا بالرفض او بالقلب بالموافقه. طيب استاذ الهامي تسمح لي انك انت تفضل معانا، وانتقل للاستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين. استاذ معتز تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سام، وبرحب بسياده السفير بدر عبد العاطي، وبرحب بالاستاذ الهام السيد. وكنت اتمنى اهلا بحضرتك، وهم اكيد سامعينك معانا على الهواء. استاذ معتز، طبعا يعني الفئه المرشدين السياحيين طبعا من اكثر الفئات اللي كانت متضرره في الفتره اللي فاتت من بعد 25 يناير. احنا عايزين نوضح برضو للناس ان في نوعين من السياحه، في سياحه فرديه ان فرد او عيله بسيطه صغيره من 2 أو 4 بيجوا بيبقى معاهم مرشد سياحي، وفي ايضا افواج. هو تقريبا الفكره التاشيره ديت هتتلغي على الافراد اللي هيجوا فجاه في المطارات. ففي الحاله ديت انتوا يعني كم مرشدين سياحيين انتوا اول المتضررين فعلا من هذا القرار ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بصفه عامه حضرتك متضررين في جميع الاحوال لعدم وجود سياحه، وخاصه السياحه الثقافيه المعنيه بعمل المرشدين السياحيين. تمام. اللي انا عاوز اوضح القرار حضرتك، يعني يمكن سيادتك ما وضحتوش، ويمكن برضو صاحب القرار ايضا ما وضحوش. هذا القرار غير خاص بالسائح الفردي، غير خاص بالسائح الفردي، خاص بالسائح اللي بيجي لوحده، اللي ما بيجيش عن طريق شركه سياحه زي ما حضرتك نعم. قلت يعني لو في حجز مسبق وشركه سياحه منظمه له بروجرام هيجي يدخل عادي، واخد الفيزا من بدري فهيدخل يدخل عادي. مظبوط يا فندم، بغض النظر عن عددهم كام، لو كانت جروب مكون من 100 فرد او كان سائح واحد فقط. تمام. طالما جاي عن طريق شركه وطنيه، وكل الشركات السياحه اللي عندنا في مصر بالمناسبه كلهم شركات وطنيه. تمام. اللي مسموح للشركات غير وطنيه بالعمل في مصر. فإذا هذا القرار في جزء كبير منه هو دعم للسياحة المصرية ودعم لشركات السياحة اللي كثيرة منها بتهاجم القرار. تمام. لكن كنت أتمنى من صاحب القرار وأقصد الحكومة المصرية أيا كانت هي الخارجية أو غيره، يكون القرار مكتوب بإحصائية، الإحصائية بتوضح حضرتك بتقول إن عندنا سائح بيجوا مصر منهم 8 مليون سائح بيجوا بجروبات وبريق مجموعات سياحية. تمام. ومن 2 مليون سائح بيجوا فرادة، منهم مليون مثلا بيجي عن طريق الشركات السياحيه ومليون واحد بيجي لوحده، كان هيبقى حجم التأشيرة. طيب استاذ معتز برضو انا يعني عشان في ناس كتيره مش شغاله في السياحه ومش فاهمه فكره تيجي لوحده دي معناها ايه؟ معناها حضرتك ان هو بيحجز يا اما عن طريق النت حضرتك او عن طريق يحجز اي فندق، يحجز اي مزار، يحجز اي حاجه وينزل بالطياره، وفي المطار يطلب الفيزا. وبالمطار يطلب الفيزا، ودول اعتقد لو اتعملت احصائيه دقيقه حضرتك هيطلع عددهم قليل جدا، ونفسنا نشتغل بالاحصائيه بكذا في المية بالبرسنتج بالنسبه عشان نعرف سلبيات القرار. انا تماما مع كلام الهام بيزيا، الامن القومي فوق كل اعتبار، فوق السياحه والصناعه والزراعه، وفوق معتز السيد وفوق المصريين جميعا امن هذا البلد. وايضا مع كلام الاستاذ الهام الزياد لما قال ان احنا مش هنبقى كلنا خبراء سياحه، خبراء امنيين وخبراء كوره وخبراء كل نعم. حاجه، كل واحد يتحدث في مجاله ومجال تخصصه. لكن ارجع واقول لحضرتك ان ايضا هذه خطوه في ان احنا نشتغل على السياحه او الفيزا الالكترونيه المسبقه ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله اتمنى من الحكومه المصريه ومن السيد السفير بدر عبد العاطي ومن ايضا وزاره السياحه يخرجون لنا بارقام مشروعه نقول كم عدد الناس اللي بيجوا. بس انا بطمن حضرتك من خلال مهنتي كمرشد سياحي قبل ما اكون نقيب للمرشدين وقبل ما اكون عضو اتفضل لحضرتك ان مصر كدوله من دول العالم الثالث اغلب السائحين اللي بيجوا مصر بيجوا عن طريق شركات سياحه. ليه؟ لان ما عندناش كافيه. تمام. طيب استاذ معتز اسمح لي ان انتقل لدكتور يحيى ابو الحسن نقيب المنظمه السياحيه الالكترونيه. تمام. دكتور مساء الخير. فكرة السياحة الإلكترونية، نحن نتحدث الآن ورئيس الغرف السياحية السيد الهامي قال لنا إن السياحة الإلكترونية بشكل ما هو بيطالب بتفعيلها حتى يتم يعني إيه تفعيل هذا القرار بشكل يكون صحيح من وجهة نظره، في رأي حضرتك؟ بشكل طبعا أستاذنا الأستاذ الهامي زياد كان بيرأس المؤتمر نعم. السنوي للمنظمة بتاعتنا الخامس في الأقصر، هو أحد الخبراء القلائل في مصر. صحيح
استاذ الهامي طبعا معروف كبير في كل انواع السياحه، وبالتالي طبعا نحن نؤيد كلامه ونقول ان احنا للاسف الشديد ان حتى الان لا يوجد قانون لمنظم العمل الالكتروني في مصر عموما، العمل الالكتروني عموما طبعا انا اظن ان احنا كنا تقابلنا مع رئيس مجلس الشعب السابق قوي يعني في عهد حسني مبارك، نعم، وكان قال ان انا عندي طابور من القانون من القوانين في انتظاري عشان اصل الى قانون يخص السياحه الالكترونيه او المنظومه الالكترونيه في مصر قدام 10 سنين، في حين ان السودان مثلا اصدرت قانون ينظم العلاقات الالكترونيه في مدينه السودان. انا فاكر ان احنا ايام رئيس الوزراء نظيف طلعنا اللي هو التوقيع الالكتروني. لا، التوقيع الالكتروني ده حاجه مختلفه خالص عن تنظيم العلاقات الالكترونيه، تمام، بتوقيع رسمي وقانونا. يعني انا النهارده ما ينفعش اكون ببيع سياحه على الانترنت وانا شخص غير مرخص، نعم، او حتى تحت السلم، ده يضر البلد ضرر بالغ. صحيح. وبالتالي لما نروح للموضوع اللي حضرتك بتناقش فيه الان، وهو موضوع الفيزا في المطار تكون من خلال شركات سياحة سواء لشخص أو لأكثر من شخص، بمعنى أن لو السائح وصل إلى المطار وفي انتظاره مندوب من شركة سياحة يستطيع أن يعني يدخل من خلالها، فده قرار صحيح 100%، قرار صائب 100%، نؤيده بكل موتينا من قوة، تمام، لأن لابد أن السائح هو داخل مصر أبقى عارف كويس أنه في أيدي أمينة، صح، ما ينفعش واحد يروح وبعرف هو مين وجاي منين، ما ينفعش سائق تاكسي يستقبله في المطار وياخده ويقول له انا هاخدك اوديك فندق 5 نجوم وبعد كده يروح يحطه في فندق نجمتين، تمام. فبالتالي طيب بالنسبه للسياحه الالكترونيه القرار ده انت في رايك حسب ما فهمت من كلام حضرتك ان انت موافق على القرار ده، بس مقابله لازم نفعل السياحه الالكترونيه علشان يعني يبقى عندي بديل تاني لتنظيم العمل الالكتروني في مصر، تمام، عموما. طيب دكتور يحيى ابو الحسن اسمح لي ان انا اخرج لفتره، انا بشكر حضرتك، بشكر الاستاذ معتز السيد والاستاذ الهام الزيات، واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نخرج فاصل سريع ونعود بعده للتواصل معكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، واسمحوا لنا نستكمل مع ضيوفنا اتصالات الهاتفيه. كان ضيوفي فيها الاستاذ الهام الزيات رئيس الاتحاد العام للجغرافيا السياحيه، والاستاذ معتز السيد نقيب المشيدين السياحيين، والدكتور يحيى ابو الحسن رئيس المنظمه السياحه الالكترونيه. واعود للسيد الهام الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحيه. سيد الهام تحياتي مره اخرى. اهلا وسهلا. فكره أن وزارة أو جهة ما تتخذ قرارات ربما تكون هي سيادية فعلا، ولكن بدون التشاور مع الإدارات الأخرى أو الوزارات الأخرى أو الهيئات المعنية بهذا القرار، ربما بتسبب مشاكل، وقد تصل هذه المشاكل إلى سمعة مصر. مثل هذا القرار في رأيك كيف يتم حل هذه المشكلة في الوقت الحالي؟ ده بالضبط الجملة اللي كنت بوجهها للسيد وزير السياحة امبارح عشان يوصلها للمسؤولين، إن كمان ما يكفيش إطلاقاً إن يتصلوا بوزارة السياحة. اللي إيدهم في الشغل إحنا. نعم. الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة الشركات، نقيب المرشدين، الأخ يحيى، كلنا إيدنا في الشغل. لو خدوا رأي أي واحد فينا كنا هنقول لهم آه على عيننا وراسنا، بس الحل كذا. تمام. يعني هو إحنا دايماً بنقول الحلول. لأن دي في مصلحتكم وفي مصلحة البلد في نفس الوقت. لان اوحش حاجه ان انا اتخذ قرار وارجع فيه. الحمد لله بقى ان غالبيه السياحه بتيجي عن طريق منظمي الرحلات، نعم. يعني زي ما قال الاخ يحيى فيه بيحجزوا حجز مباشر، وهو معتز قال نفس الحكايه، لكن الغالبيه بتيجي عن طريق منظمي رحلات ودول محترفين زينا. فالخبر ما انتشرش لان هو مش عاوز ينشره علشان ما يتضرش هو راح. فده كان الحمد لله ان هو كان بس بيسالنا كل 5 دقائق، ما راحش للجمهور يعني. نعم. فده كان كويس انه حصل كده، لكن المطلوب ان لما هناك حاجه زي كده احنا مش هنتاخر ومش هنوقف، بالعكس هنقول ازاي نقدر نساعد بعض، لان مصر دي بلدنا كلنا. تمام. طيب استاذ الهامي، يعني فكره الفيزا بالشكل اللي ماشيه بيه مصر دلوقتي، احنا عارفين ان لازم انا اروح القنصليه او السفاره اللي موجوده في دوله ما. احنا عندنا بلاد مثلا زي الولايات المتحدة عندنا سفارتين وولايات متفرقة على بعد كبير جدا عن بعضه، عشان انا اطلب
تأشيرة لزيارة مصر هتاخد وقت وعشان أروح حاجة زي كده، فكان من المستسهل إن أنا براسل حد جوه أو باجي وباخد التأشيرة. هل أنت شايف إن في حلول تانية زي مثلا التأشيرة الإلكترونية أو غيره ممكن تقترحوه على وزارة السياحة لحل المشاكل البيروقراطية ربما يراها البعض؟ الحقيقة طبعا أنا كنت قايل إن لو ما كانش ممكن إن احنا نطبق الفيزا الإلكترونية فورا لأن هتاخد وقت على بال ما ينتهوا من البرنامج، يعني على الأقل 4-5 شهور لو ما كانش 6 شهور. ده عشان ينتهوا من البرنامج اللي هنشتغل عليه. اللي هنشتغل عليه. تمام. أنا قلت والله احنا في فعلا جنسيات ما بتقدرش تاخد فيزا لأن ما عندهاش سفارة أو أنصلية، مش سفارة بس أنصلية مصرية. يعني الولايات المتحدة فيها 4 أنصليات. سان فرانسيسكو، شيكاغو، نيويورك، وواشنطن. نعم. دي سي. لكن احنا نيجي بلد زي استونيا ولاتفيا وليتوانيا دلوقتي دول بيبعتوا مجاميع كتير وبيبعتوا حجز الكتروني كتير. نعم نعم. فالناس دي ما عندهمش سفاره خالص ولا يعرفوا، يعني اقرب سفاره لهم روسيا مثلا او فنلندا. فهل يبعت باسبوره دوله اخرى عشان ياخد الفيزا؟ لا ده جاي سياحه. فهنا بقى الفيزا الالكترونيه. طب انا اعمل ايه لغايه الفيزا الالكترونيه؟ بتعمل الحمد لله انهم ارجعوا القرار. نعم. لكن انا قلت بمنتهى البساطه يبعتوا لنا زي مثلا تايوان. بتاع تايوان ما بياخدش فيزا، ما عندناش تبادل دبلوماسي. تمام. فبيبعت لي في مصر انا. بيبعت لشركه سياحه يعني. بيبعت لشركه سياحه او لفندق. نعم. يقدم للمجمع لمصلحه الجوازات والهجره. نعم في مجمع التحرير قصدي حضرتك. بالظبط. هو بيختم لي على الورقه بالموافقه بعديها ب 48 ساعه، بعديها ب 72 ساعه زي ما هو عاوز. وانا الموظف بتاعي بيطلع المطار يقابل الزبون. نعم. بهذه. طيب استاذ الهامي، يعني اتمنى ان الموضوع طبعا يتطور بشكل اكبر، وبشكر حضرتك دايما على مداخلتك معانا. الاستاذ الهامي زياد رئيس الاتحاد العام للغرف السياحيه. انتقل للاستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين. استاذ معتز، لو عندك اي رساله تحب توصلها بشان هذا القرار او بشان السياحه وتاثركم به. الرسالة الأولى اللي بوصلها للدولة المصرية ممثلة في السيد رئيس الحكومة. نعم. أن كل الوزارات تشتغل بروح الفريق وليس بطريق الجزر المنعزلة. نمرة 2، منظمات المجتمع المدني سواء كان اتحاد عام للغرف السياحية، نقابة مرشدين سياحيين، حتى الأحزاب، حتى الجمعيات، يؤخذ رأيها في الاعتبار. هذا غير مأخوذ. أنا في اقتراحات كثيرة جدا اتقدمت إليها وعشان كانت صادرة مني أنا كشخص بمثل منظمة مجتمع مدني أو كنقابة. نعم. لما تقدمت بعد كده من احد السادة المحافظين او احد السادة الوزراء اتنفذت وتمجد في هذا القرار. الحاجة الثالثة، نفسي اي قرار يبقى مشروع باحصائيات تأثيرات القرار. ما فيش قرار في الدنيا حضرتك. صح. هو المفروض الادارة الحديثة بتعمل على ارقام واحصائيات. ارقام واحصائيات. تمام. انا لن اقبل قرار من الدولة المصرية او مني انا شخصيا الى اي جهة اخرى مش مشروع باحصائيات عشان المزايدات وعشان ما يطلعش واحد يقول لك هذا القرار قضاء على السياحه المصريه. تمام. القضاء على مش عارف، او قرار عكسي يمجد في هذا القرار انفصال لسياده الدوله المصريه وفرض سيادتها على اراضيها. الحاجه اللي عاوز اقول لحضرتك في ظل العالم الحديث، كل التساؤلات اللي حضرتك سالتها لي وسالتها للساده الزملاء مردود عليها جدا 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 في ظل الثوره الالكترونيه الحديثه. اي حد سواء كان من اي ودي نقطه مهمه هتخلينا ننتقل لدكتور يحيى ابو الحسن مره اخيره. دكتور يحيى تحياتي. دكتور يحيى، طبعا زي ما كنا بنتكلم على فكرة التجارة الفيزا الإلكترونية أو السياحة الإلكترونية، كيف تقدمتم للحكومة؟ يعني سريعا كده عايزين نقول ما هي الخطوات السريعة اللي ممكن تساعدوا فيها الحكومة لحل هذا الموضوع؟ هي احنا طبعا نثمن تماما الدعوة إلى الفيزا الإلكترونية، دي رقم. نعم. واحد، دي مهمة جدا. رقم 2، أنا طبعا مش مع إن احنا نقول إن هو أي حد جاي تبع شركة السياحة، شركة السياحة تروح مجمع التحرير وتقدم بطلب، وده كلام طبعا انا تمام. اظن ده في قمة البيروقراطية. انا اظن ان هو لو جه تبع شركة السياحة يسمح له بالدخول من المطار لان هو بيسجل تبع شركة السياحة، معلومة قانونية. نعم. لها كيان قانوني وليس كيان غير قانوني. ومن المفروض ان شركة السياحة دي قدمت الورق قبل كده للجهات الأمنية واخدت موافقتها. مظبوط. رقم ثلاثة، انت حضرتك بتقول احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن كمنظمة مصرية ومنظمة دولية نتقدم بصيغة قانون بتفعيل الفيزا الإلكترونية أو السياحة الإلكترونية أو التنظيم الإلكتروني. طيب دكتور يحيى، في حال القانون ده
تقدروا تنفذوه في خلال قد ايه عن طريق السوفت وير وعن طريق يعني الخدمه اذا كان هارد وير او سوفت وير، وتساعدوا الشركات كلها ان هي تتواصل مع الحكومه ونحل المشكله دي في خلال قد ايه فعليا؟ طب عايزين نتكلم بشكل فعلي. استاذ الهامي الزيات، طبعا احنا محتاجين في حدود 6 شهور نعم عشان نعمل السوفت وير ونجربه، لان تجربه السوفت وير مهمه جدا حتى نطمئن الى نتائجه وتطمئن الحكومه نفسها الى نتائجه. تمام دكتور يحيى، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله. دكتور يحيى ابو الحسن رئيس منظمه السياحه الدوليه للسياحه الالكترونيه، والاستاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، والاستاذ الهام الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحيه. مشاهدينا الكرام، اعود مره اخرى للزميله ايمان الشيخ، ومن المؤكد ان لديها مزيد من تعليقاتكم على الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. إليك إيمان. نعم حسام، السواد الأعظم من التعليقات، حتى أحدث التعليقات التي وصلت منذ بداية الحلقة أرى بها الكثير من الدعم والتأييد لهذه القرارات الجديدة بوقف منح التأشيرات للسائحين الذين يصلوا إلى المطارات بدون تأشيرات مسبقة. أبدأ بي أو أستكمل بعض التعليقات التي وردت إلينا بمحمد العريشي، هو صديق البرنامج يحدثنا من الزقازيق ويقول: أنا أرى أن الأمن القومي لابد أن يأتي قبل أي شيء، وهذا القرار تتبع معظم الدول السياحية، ربما يؤثر قليلا على السياحة في مصر، ولكن الأمن القومي المصري في هذه الفترة يأتي على رأس القرارات. علي هدود يقول: بالعكس، لن يؤثر على السياحة المصرية، هو قرار صحيح وصائب. أما غازي يقول: ربما يؤثر ولكن هو قرار صائب من الناحية الأمنية. عويضة صديق البرنامج الدائم يقول: هو قرار صحيح ولكن هذا القرار ربما يعرقل إلى حد ما في ازدهار السياحة لفترة وجيزة، لأن السياحة الفردية تمثل حوالي 20%، ولكن أعتقد أن هذا القرار صائب جدا وسليم، وجاء أيضا في الوقت المناسب له، لأنه يعطي للدولة هيبتها وكرامتها ومكانتها السامية. أنتقل إلى هشام الوحشي يقول: إن تكون لي تأثير إيجابي. أما الشاعر محمد ظريف يقول: قرار منح التأشيرات أو منع التأشيرات للأجانب هو قرار صائب 100%، فهي مسألة كرامة وطنية وحق أصيل للدولة لوضع قواعد وضوابط لدخول الزائرين إليها، وأيضا محاسبة من يخالف تلك القواعد، وأرجو أن يتم تطبيق هذا القرار بأسرع وقت ممكن. بدوي عبد الموجود يقول: نعم يؤثر قرار وقف منح التأشيرات للأجانب على السياحة المصرية، فنحن نريد جذب المزيد من السياح إلى مصر. أيضا إبراهيم شريف بعث بتعليق آخر يقول: أتمنى من كل قلبي أن تقوم قناة النيل للأخبار بمتابعة عودة المواطنين المصريين من اليمن وليبيا، وأيضا استضافة الناطق باسم الخارجية المصرية، ومتابعة كل جهود الدولة الدبلوماسية والعملية في عودة وإرجاع المصريين من ليبيا واليمن، حتى يعود الإحساس لدى المواطن المصري أن مصر ترعى أبناءها في الخارج كما ترعى أبناءها في الداخل. مشاهدينا، أعود بكم مرة أخرى إلى زميل حسام في استوديو تحليل همزة وصل، وما تبقى لدينا من اتصالات هاتفية. عليك حسام. شكرا لك إيمان، وشكرا مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم التي وردت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت هناك بعض الاقتراحات فنحن نقدرها ودائما نحاول أن نقدم الخدمات التي ترضيكم. اسمحوا لي أن أستقبل مجموعة جديدة من الاتصالات، سيكون ضيوفي فيها كالتالي: الأستاذ ناجي عريان من غرفة المنشآت السياحية، والأستاذ بشار أبو طالب نقيب المرشدين بالغردقة. أبدأ بالأستاذ ناجي عريان من غرفة المنشآت السياحية. أستاذ ناجي، تحياتي لحضرتك. أهلا. أستاذ ناجي، يعني تعليقك على القرار اللي احنا بنتكلم عليه، وفي رأيك هل ده سيؤثر بالسلب أم بالإيجاب على حركة السياحة؟ لا طبعا، اللي هو كان المنع الأول نعم. الحصول الأجانب على التأشيرات عند الدخول من منافذ مصر ده كان هيأثر بالسلب. طبعا النهاردة بعد تأجيل هذا القرار وإن يدي فرصة إن احنا نعمل الفيزا بالطريقه الالكترونيه، ده طبعا هيأثر بالموجب،
يعني هتبقى نعم. حركة هيكون رد فعله كويس بشكل ما. طبعا وده قرار موفق. طيب استاذ ناجي برضو انا كنت بسأل الاستاذ الهامي على فكرة ان وزارة ما او هيئة ما يعني بتاخد قرارات ربما فعلا يكون لها متعلقة بالامن القومي ولكن بدون التعاون الداخلي بين الهيئات اذا كانت حكومية او غير حكومية في تفعيل هذا القرار او في رأيهم في هذا القرار. لا هو اولا طبعا هي من الناحية الامنية هي طبعا احنا الامن فوق كل شيء. نعم. احنا كقطاع سياحي ورجال مستثمرين وعاملين في القطاع السياحي لازم الامن دي درجه اولى. نعم. القرار ده ما كانش قرار امني لسبب واحد انك انت ممكن لو في واحد هيندس ممكن يندس في وسط مجموعه كبيره او اثنين ثلاثه يندسوا في وسط مجموعه كبيره وخلاص وهيخشوا. نعم. البلد فده ما كانش يعني قرار صائب وانا بحيي النهارده متخذ هذا القرار اللي هو اجل عمليه وفعلا ده قرار صائب و... نعم. قرار التاجيل قصدي حضرتك. تمام. يعني ده 100% ده استاذ ناجي انا بشكر حضرتك استاذ ناجي عريان من غرفه المنشات السياحيه وانتقل استاذ بشار ابو طالب نقيب المرشدين بالغردقه استاذ تحياتي لحضرتك أنا عارف طبعا أن المرشدين السياحيين ليهم رأي بشكل حركة السياحة الآن فيعني لو تحدثنا برضو عن رأيك في هذا القرار وتأجيله لفترة مقبلة هو طبعا شيء كويس جدا أن نعم. صاحب أو صانع القرار يتفهم الظروف اللي فيها البلد واللي احنا بنمر بيه حاليا ولكن في الأصل القرار صحيح يعني احنا مفروض نعم. يبقى في تقنين للسياحه الفرديه اللي هي في منها حاجات كتير جدا يعني تعتبر امراض جانبيه للسياحه المصريه بسبب العماله الاجنبيه مثلا احنا هنا في الغردقه بنعاني جدا من العماله الاجنبيه في مجال الارشاد السياحي في بعض اللغات اللي احنا متواجد عندنا منها مرشدين ولكن نعم. لا يستطيعون اختراق او العمل في هذا في مجالهم الاصلي. طيب لو حضرتك عندك رسالة سريعة تحب تبلغها ل يعني وزارة السياحة أو للحكومة المصرية أو للغرف السياحية أو لأي جهة سياحية يعني بفتح لحضرتك المجال توصلها. احنا طبعا سيادتك احنا مع كل القرارات السيادية للدولة والحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه والأصل في الموضوع إن احنا نبدأ ننظف البيت من الداخل. نعم. عندنا مشاكل كتير في السياحه جوه المجال نفسه هي اللي ما بتخليش الاجنبي يجي يستمتع بوقت مع ان عندنا كنز كبير جدا من شمس كنوز كنوز مش كنز واحد بس كنوز كتيره جدا ولكن في معوقات لوقت معين يعني مثلا ابسط شيء انا ممكن معلش استخدم منبركم في توصيل صوتي لاعلى وظيفه او اعلى موظف في الدوله السيد الرئيس ان هو يفتح لنا طريق هنا الاقصر الصحراوي نعم احنا بنعاني جدا في الوصول من الغردقه للاقصر في المسافه 60 كيلو بنقطعها في ساعتين نعم اتمنى طبعا رساله حضرتك تكون وصلت ويعني احنا دايما منبر لاي حد يحب يوصل رساله اذا كان لهيئه حكوميه في الدوله او لغير ذلك ودايما احنا منبركم ومنبر الشعب. انا بشكر الاستاذ بشار ابو طالب نقيب المرشدين بالغردقه وايضا الاستاذ ناجي عريان من غرفه المنشات السياحيه ومشاهدينا الكرام بهذا القدر نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه ولكن قبل ان اغادركم اسمحوا لي ان اطرح عليكم سؤال حلقه الغد. كيف ترى معدل انتشار الأدوية المغشوشة في السوق المصري وكيفية مكافحتها؟ طبعا ده موضوع من الموضوعات التي تهم المواطن نتمنى منكم التواصل معنا سواء على المواقع الإلكترونية أو بالهاتف ودائما هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم أشكركم وإلى اللقاء.